لا تزال الحريات الصحفية في السودان تواجه مشكلة تدخل السلطات واستخدام الرقابة المسبقة على المواد المعدة للنشر. مجلس الصحافة السوداني في بيان له اتهم جهاز الأمن والمخابرات بالتدخل في صلاحياته، ودعا السلطات لإيقاف هذه التدخلات أو نقل صلاحيات المجلس لجهة حكومية أخرى، الأمر الذي استحسنه الصحفيون. هناك رقابة قبلية، هناك ضغوط وتهديدات للصحفيين، هناك إقلاق للصحف، هناك مصادرات للصحف بعد الطباعة، هناك حجب للأخبار ومنعها من النشر وتضييق مصادر المعلومات، هناك كتاب ممنوعون من الكتابة، وهذه أول مرة تحدث في تاريخ السودان منذ العهد الاستعمار. السلطات الأمنية قامت بإيقاف رئيس تحرير صحيفة الصحافة، الأمر الذي دفع بالصحفيين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية حملوا خلالها لافتات تندد بإيقاف الصحفيين وتطالب بإنهاء الرقابة المسبقة، فيما وصفته قوى معارضة بعدم وفاء الحكومة بوعودها في مجال إطلاق الحريات. الآن حرية الصحافة حقيقة في منزلق خطير جدا، النظام الآن تجاوز قضية القوانين والرقابة القبلية وبدأ يتدخل بطريقة سافرة جدا حتى في تعيين وفصل رؤساء تحرير، ونحن في تقديرنا بأنه هذا وضع مشين، وضع حقيقة بيمثل خطورة لحرية التعبير. غيابه الحريات الصحفية والتضييق على الصحفيين يعزوه الكثيرون إلى غياب الجسم النقابي الذي يدافع عن حقوق الصحفيين، الأمر الذي يجعل السودان في ذيل قائمة الدول في مجال الحريات الصحفية. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.